عسلامش نحويلكم. جبت لكم ابن 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 جاتو بالنسبه لي انا اللي هو جاتو الاورانج. جبت لكم روسيت عالميه 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 طريه طريه طريه. عرفتوا الجاتو هذا ما يجي شكل تحسوا هكا كيما سبونتيكس من داخل ولا كيما تبدا هكا كايسحه ولا شيء حلال. ياسر طياره روسيت واللي يعجبك فيها سائله 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 تخلط كل شيء وتلقى عندك اقوى ابن جاتو الاورانج. جاتو نتاع بورقدين. اول حاجه تاخذ كعبتين بروكدين متوسطين والا صغار تغسلهم بالباهي والا كعبه كبيره. دونك يا كعبه كبيره يا كعبتين صغار والا متوسطين كيما اللي خديتهم. ناخذ كعبتين البروكدين ننظفوهم ننحو منهم هذوك الاطراف على جنب. كان زاد فيهم حاجه تبدا كحله نحوها ونقصوهم دي ترونش صغار خاطر باش نرحوهم في باش نحطوهم في رحايا وباش نرحوهم. لهنا سامحوني التليفون ما هوش راكع خاطر قلت لكم راهي سهله على الاخر وحبيت نعملها انا وجد جوده. دونك جد جوده عملها معايا هاوكا هو ساعات يشد لي التليفون باش يصور ومن بعد هو يرحي عمل شويه جو معايا هذاك علاش خليته الفيديو كيما هو. سامحوني خاطر باش يتعبكم شويه وانتم تتفرجوا. سامحوني سامحوني سامحوني. كما قلت لكم كما تشوفوا لهنا نظفت الكعبة البوربين قصيتها على دي ترونج وباش نحطهم في الرحايا باش نرحيهم من غير لا ماء لا حتى شيء. جوست تحطوهم كما هما وتخدموا عليهم الرحايا وتخلوهم يترحوا على الاخر على الاخر على الاخر وترحوها بكشور من خاطر انا نعرف باش يجوني بوكو دي كيستيون باش يقولوا لي هلا نخلوها بكشوره ما تجيش مره. لا ما تجيش مره سورتو حاولوا تختاروا بروكدين ماهوش حامض برشا فهمتوني. نجموا تستعملوا تمس اللي يبدا صغير. المفيد حاولوا ما تستعملوش البروكدين الجارس جارس. هذا الميلونج بعد كعبتين البروكدين بعد رحيتهم كيفاش. انا زدت ديزيست دورانج تنجموا ما تزيدوش راهم كعبتين البروكدين وحدهم كافين اما انا حبيت على جو اقوى للاورانج دونك خذيت لي زيت دورانج وباش نزيدهم للكعبتين بورقدين اللي رحيتهم. زدت لي زيت دورانج توا باش نزيد ثلاثه كعبات عظم معاهم فوسط الرحايه. كان ما عندكمش رحايه كبيره راهو ما يسيلش الكل تروحوه وحده معناها تخلطوه بيديكم ما فما حتى مشكله ما باش يشد لكم شويه وقت. من بعد خذيت 120 مليلتر حليب باش نزيدهم فوق ثلاثه كعبات عظم. نفس الشيء في الرحايه نتاعي كل شيء حطيته في الرحايه. لهنا حطيت 200 غرام سكر عادي سكر سمول السكر النورمال ماهوش محور. توا باش نشد نخلطهم الكل في وسط الرحايا كيما قلت لكم راهو تنجموا تعملوهم بالباتور كان ما عندكمش الرحايا ما تهزلكمش الكل. ديجا انا بعد نرحي هذوما الكل باش نحطهم في حاجه وباش نزيد عليهم 330 غرام فارينة. لهنا كيما تشوفوا حطيتها في حاجه حطيت الميلونج اللي خلطناه نتاع الحليب والعظم والسكر والكعبتين البروكدين الكل حطيته في حاجه. وتوا باش نزيد عليه لازمهم يكونوا مغربلين 330 غرام فرينه وباش نزيد معاه باكو خميره. كان ما عندكمش باكوات الخميره تبدا خميره صبه ولا حاجه تعملوا 16 غرام بالضبط ما تعملوش ازيد. انا الباكو فيه 15 غرام عملت 15 غرام اما تنجموا تعملوا 16 غرام الحصيل. ومن بعد تخلطوا بسباتول بالباهي والا كاين الرحايا نتاعكم كبيره الفرينه والخميره زاده تخلطوها مع معهم الكل. شوفوا جد جودك الحاله اللي فيه حسيت انا حبيت الفيديو نخليه كيما هو باش انه يبقى مره اخرى الججوده يشوفوا خاطر الججوده بالحق عمل الجو هو يعمل في الجاتو بالحق. حاولوا اللي عندهم صغار حاولوا املوا لهم وقتهم بحاجات كيما هكا راهم يحبوا الفازيت هذوما على الاخر. الحصيل لهنا خلطنا الفرينه بالباهي باش نزيدهم 20 غرام زبده ذايبه وخليتها تبرد ما صبيتهاش وهي هي سخونه ذوبتها وخليتها تبرد وباش نخلطهم بالباهي مع بعضهم. والله كما قلت لكم انا كان جيت عندي رحايتي كبيره راهو هذا الكل رحيته مع بعض وانا مرتاحه. لهنا باش نجيكم لحكايه المول انا ديجا حكيت عليها في الانستغرام. انا ما عنديش ليمول الكل عندي عندي معناها ما نشريهمش ليمول الكل عندي كسرونه. ناخذ الكسرونه نحطها فوق البابي كويسون كيما تشوفوا فيها دنتها صعب الزبده باش نقص توا الدوره هذيك اللي عملتها بقلم رصاص ولا بستيلو باش نقصها وباش نحطها كيما هي في الكسرونه. ومن بعد نفس الشيء باش نعمل
باش نعمل زيدة لجناب أكل بابي كويسون اللي بقالي باش نغلف به لجناب باش أنا بعد كيف نقلبها للكسرونة تتنحالي الجاتو بسهولة تيمة. دونك رو مش شرط يكون عندكم مول سبيسيال باش تطيبوا فيه الجاتو، لا أنا الحق ما عنديش لي مول الكل، ودي ما نتصرف هكا في الكسرن اللي عندي المفيد تكون اليد متاع الكسرونة حديد باش ما تتحرقش الكسرونة في الفور. هذا معناها انا كيفاش تصرفت، حبيت نعطيكم ليدي هذه وان شاء الله يا ربي تفيدكم ليدي. به الدياميتر متاع الكسرونه هذا اللي خديته يمكن هكاك ما بين 18 ولا 20 سنتيمتر، سامحوني ما قصتوش، اما يمكن ما بين 18 و 16 سنتيمتر، يا ربي 18 و 20 سنتيمتر. كان حبيتوا تعملوها اخشن بيان سور تحطوا في مول اصغر، كان حبيتوا تعملوها اجود تحطوا في مول اكبر، معناها انتم تتحكموا في الكبر وفي الخشن متاع الجاتونة. الحق منها فطور الصباح نحبها ديما تجيني خشينة، هذاك علاش حطيتها في وسط المول هذا. وراهو زادة حتى كي نجيب باش نطيب جنواز متاع ليا كيك وإلا متاع أي نوع متاع جاتو زادة نعمل فيه كسرونة كيما هكا. الحاصل ونرجع للميلونج، الميلونج باش يتخلط بالبيه، قلت لكم يتعملوا في رحاية، يا كان عندكم الرحاية هذه زادة تعملوا به ضربة وراهو طيارة على الأخر باش معناها تساعدكم. لهنا كيما تشوفوا حطيتها في الكسرونة هذه وتشدوا تضربوها هكا ضربتين باهين باش يتسوى الميلونج وتدخلوها للفور على 160 درجة لمدة ساعة وإلا ساعة وربع، كل واحد ونوعية الفور اللي عنده. كما تشوفوا فيها تبارك الله وما شاء الله جت مش نرمال وجت بنينة 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 على الاخر وطايبة من داخل، ما نحكي لكم جت طرية طرية طرية، ما جتش كما قلت لكم اكلي تبدأ شيحة وإلا ما نعرفش كيفاش تجي تغصص، جت طيارة على الاخر. اون بلوس هذه مش معموله بالجوية كهو متاع البرقدين، عرفتوا القشوره كالعسره متاع القشور هذيك، الرحيه متاع القشور اللي خليناها القشور تبدا خضرة هكيكه ونرحوها في وسط الجاتو راهي تعطي بن غير عاديه. حصلوا ما تزيدش نشهيكم اكثر، تحبكم غدوه الكلكم تاخذوا برقدين ولا كان عندكم برقدين في الدار تعملوها، ونستنى لي روتور متاعكم كيما العاده، وديما نقول لكم راكم محليكم الكل ومحلى ميساجاتكم ومحلى لي روتور متاعكم. بوسه كبيره ليكم الكل، وان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الروسيت وان شاء الله ليلتكم زينه.